Salam alaikum, yuma ma'a la chaîne des aides d'hiver 2017. J'ai une comble notre recette de mhammar. Mhammar de la viande, je fais. Yuma na ya hindi les invités. Au lieu de la viande taille, le four, les épices et tout, on a préféré que nous ayons la cocotte comme une recette de mhammar. لي عنده دي مورسون دو بولي تاني يخرج مليح لي عنده لي بيتي مورسو برك تاع لا فيوند يخرج مليح انا عندي لي زانفيتي الوغ طيبت شويه كونتيتي لا فيوند هنايا لا كوكوط تاعي حطيتها تسخن هنا عندي درت الزيت ما كثرتش بزاف باسكو هنا لا فيوند تاعي فوالا بور لي زانغريديون شويه الزيت تسخن pour les ingrédients عندي دو مورسون هذوك كبار تاع لا فيوند كل واحد ومقدرو كل واحد واش عنده في الدار يطيب وهنايا عندي زيتون يفيلي انا ما غليتوش قضينا صباح الوغ نبدلو شاك 10 مينوت ان كارت دور الماء هذا ما كان وهنايا عندي دي شامبينيون وهنا عندي ثوم زعتره كركم ملح فلفل كحل نبداو على بركة الله بسم الله يا ربي هنايا محمر علاش نسمو محمر لازم تحمري تخي بيان لي مورسون دو فيوند تاعك يتحمرو تخي بيان من الجهة نعاودو نقلبوهم ثاني يتحمرو شوفو راهي بارك ان شاء الله على لا فيوند هادي شابة البون مورسون دو فيوند تاع لا كويس هذاك هاوليك بعد ما حمرت لي مورسو تاعي دو فيوند هكدا فهنايا نكوبي التوم تاعي هنا لو بلا هدا منديرش فيه البصل ندير غير التوم لي شامبينيون الزيتون لي يحب يفيلي لي يحب تاع الحبة فوالا مع لي زيبيس نطلقوا لا كوكوط يطيب لا فيوند هايل نزيد هنايا نرمي ميم لي شامبينيون تاعي نتقلاو فوالا شوفوا هنايا نحيت دي مورسون نحيت دي مورسون هذا تاعي شويه باش نقلي بيان الثوم هذاك ولي شامبينيون باسكو تالمو كبار ما خلاونيش كيفاش نقلي هادو ثاني تخي بيان باش يمدو لو كو هداك فوالا هكدا هكدا فوالا رجعتهم بعد ما خليت شوية هذا هنايا عندي لي زيبيس نحط لكم اللي عنده هذيك الحطبه تاع زعتر يدير برك هذيك انا اليوم ماشي متوفره في الدار الو شويه هذيك الزريعه هنايا عندي كركم شوية برك ملح ماشي حاجة ما تكتروش باسكو انا الزيتون ما نغليهش وهنايا فلفل كحل نزيد شوية زعفران ندير شوية زعفران هكذا الريحة تاع لي زيبيس تاع القليان هادو هايا هكدا دوكا نقدرو نمرقو شوية قبل يطيب باش يطيب لي اللحم هذا قبل ما نرمي الزيتون
كل وحده تمرق على حسب لافيون تاعها. انا باش طيب هذه لازم لي وانا الكميه هذه طيب تري بيان هكذا. دوكا نغلق عليها باش يبدا يطيب الحم هذاك نص طياب. ابخي نفتح نرمي الزيتون هنا و اللحم تاعي بدا يدخل الطياب هكذا. دوكا هنايا نزيد هذاك الزيتون. قلت لكم انا الزيتون ما نغليهش باش يدي لا كولور هذيك كلير، الكولور هذيك تاعو كلير ما نغليهش. نعاود برك الماء، نعاود له بليزيوغ فوا الماء توت لا جورني وانا نعاود فيه الماء قسمه يجي وقت نطيبو يكون راح له كاع الماء هذا الملح هذاك بلوتو. دوكا نزيد نغلق لا كوكوط تاعي ويطيب زيتو لافيون تاعي على عرضو. شوفوا المحمر تاعي، شوفوا اللحم ما شاء الله شحال طاب. كي تغلقوا لا كوكوط تيب تري بيان. نخليها هكذا تجمر غير شويه لاصوص ونطفي عليها. شوفوه في طبق التقديم. فوالا المحمر تاعنا طاجين تاع اللحم بزيتون ايفيلو لي شامبينيون راه في طبق التقديم. جربوا لا ريسيت تاعي، ابونيفو على ترشين، بارطاجي لا فيديو. تشهيه طيبه، على بروشين ان شاء الله.